السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض الطحينه بطريقه حلوه، وهتطلع نفس اللي انت بتشتريها من بره واحسن كمان، بل بالعكس هنعملها بكميه اكتر. معايا هنا ربع سمسم ومعايا هنا ميه. انا هحط السمسم في الميه علشان طبعا السمسم بيبقى من المحل اللي انت بتشتريه او اي عطار بيبقى طبعا فيه اتربه وفي حاجات، فانا ايه يعني زي هغسله كده وبعد كده هنشفه مع بعض على النار. ده سمسم ابيض مش محمص. بسم الله تقلقوش خالص، هو السمسم هيطلع فوق الوش والشوائب اللي بتبقى فيه او الاتربة هتنزل تحت. اهو بالشكل ده كده اقلبه بس عشان كله يتغسل كده معايا او يتشطف من التراب. بس كده هسيبه بقى طبعا لحد اما يطلع كده على السطح عشان اقدر ان انا اشيله، وبعد كده هحطه في الطاسه بتاعتي علشان ننشفه. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نشيل السمسم بتاعنا من الطبق. انا سبته حوالي دقيقتين كده اهو بالشكل ده. انا بصفيه بس كده كويس من الميه. هحط كده في طبق تاني. بسم الله. هعمل بقى كده لحد اما اشيله كله، اشيل اطلع السمسم كله، وبعد كده نروح مع بعض نحمصه ننشفه على البوتاجاز. دلوقتي بقى معايا كل المكونات اللي انا هستخدمها في الطحينه بتاعتي. السمسم اهو خلاص انا صفيته، معايا كوبايه من الزيت، معايا هنا كوبايه من السوداني، وثلاث كوبايات من الدقيق. السوداني دوت هيدي ترميله وطعم للطحينه بتاعتنا. طبعا كل المكونات دي هنحطها على النار، الدقيق هنحطه على النار عشان نطلع منه اي رطوبه، مش ان احنا نحمصه يا جماعه او لونه يغير، لا احنا بنطلع بس منه الرطوبه. والسوداني هنعمل نفس الكلام، والسمسم هنطلع منه الميه هننشفه من الميه. يلا بينا. دلوقتي انا معايا طاسه اهي على النار هحط فيها السمسم. بسم الله. انا معايا الطاسه اهي على النار، حطيت السمسم كده زي ما انتم شايفين، وهفضل اقلب فيه باستمرار كده بحيث ان الميه تنشف وفي نفس الوقت ما يلونش معايا او يتحمص معايا، عشان لو اتحمص هيدي طعم وهيدي كمان لون للطحينه غامق مش حلو. هنشفه وبعد كده ارجع لكم. زي ما انتم شايفين معايا كده خلاص كده انا نشفت السمسم بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، مش مبلول ولا اي حاجه. هبتدي بقى ان انا اشيله من على النار واحط بقى السوداني، برضو هطلع منه الرطوبه اللي فيه مش هحمصه. وحتى السوداني لما تيجي تشتريه ما تشتريهوش محمص. دلوقتي بقى احط السوداني. بسم الله. هديله كده برضو تقلبتين كده يعني في الطاسه، وهي الطاسه سخنه، ان انا اخرج منه الرطوبه برضو اللي فيه. وهعمل في الدقيق نفس اللي عملته في السوداني وعملته في السمسم كده، وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نعمله مع بعض. خلاص كده انا حمصت كل يعني طلعت الرطوبه من الدقيق ومن السوداني. هبتدي بقى ان احنا نطحنهم في المطحنه بتاعتنا، بس لو مبلوله تنشفوها كويس. انا هنشف كده المطحنه بتاعتي. اهو بالشكل ده. وبعد كده هحط فيها السمسم. هحط كده نص الكميه اطحنها، وبعد كده هحط النص التاني هطحنها وارجع لكم. خلاص كده انا طحنت اهوت السوداني زي ما انتم شايفين كده شكله، وهوت السمسم كله، ده ربع كيلو سمسم. هحط بقى نص كمية الدقيق، عليها نص السوداني، وعليها نص السمسم، لان الخلاط عندي مش هياخد الكمية دي كلها، فما ينفعش احط يعني الدقيق كله والسمسم كله وما احطش سوداني، يعني تبقى يعني احجامهم متساوية، يعني ده قد ده. حط كده. بسم الله.
اهو بالشكل ده كده، واحط نص دقيق. بسم الله. وهحط نص كمية السوداني، وهحط بقى الزيت. بسم الله. هحط كده نص الكوباية اللي معايا دي. بسم الله اهو، وهضربه في الخلاط. حسيت ان هو محتاج زيت هحط له تاني. دلوقتي اهو انا ضربت الكميه اللي انا حطيتها زي ما انتم شايفين شكلها كده. انا هحط كل الكميه على بعض علشان كلها تبقى مضروبه كويس واخده زيت صح كلها. بسم الله. وهحط السمسم، وهحط الفول السوداني قصدي، دول كده اللي اتبقوا معايا من الزيت. شايفين هما شوية دول، فطبعا هحتاج زيت، هزود زيت تاني حوالي كده نص كوباية. والزيت اللي تستعمليه يكون زيت نظيف، يعني مش زيت تومين او زيت بيبقى ليه ريحة، عشان هيخلي الطحينة بتاعتنا ليها ريحة فمش هتبقى حلوة. احط كده نص حتى الكوباية، ولو عوزت تاني ازود عشان ما تطلعش معايا سايبة خالص. دلوقتي خلاص انا خلصت الطحينة اهو، زي ما انتم شايفين شكلها معايا كده. انا حطيت لها نص كوبايه من الزيت، يعني هي كده واخده معايا كوبايه ونص من الزيت بالظبط. معايا بقى البطرمان اللي انا هحط فيه الطحينه. بسم الله. شايفين القوام بتاعها؟ قوامها جميل جدا ومرمله يا جماعه، مش عايزه اقول لكم هي مرمله قد ايه. يا رب تكون الترميله باينه، وهعملها دلوقتي معاكم وهنشوفها. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده عملت معايا بطرمان ونص، يعني دول حوالي كيلو ونص مثلا، او كيلو ونص او كيلو وربع، او البطرمان ده بيشيل ربع كيلو كده. وزن الطحينة بتاعتنا كيلو وربع. هبتدي كده اخد شوية من الطحينة. بسم الله. ناخد كده معلقتين كده. محدش يقول لي ده خفيفة او قوامها مش تقيل، لا هي كده جميلة جدا، وهتشوفوا دلوقتي معانا. بسم الله. احط عليها شوية مية، مية سخنة اهو. ابتدي بقى ان انا اقلبها كده معاكم. بسم الله. اهو زي ما انتوا شايفين كده شكلها. طبعا احنا حاطين يعني كمية صغيرة من الطحينة، مش حاطين كتير اهو. لونها جميل وبيضة كده وحلوة اهو. شايفين الترميلة بتاعتها؟ شايفين جميلة جدا. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها وتعجبكم. طبعا احنا في رمضان بنحتاج طحينه بقى على السحور وكده، فنعملها في البيت اوفر واحسن وانضف كمان من بره اهي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. سلام عليكم.